ما هو جزاء الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ الإخوة والأخوات، حياكم الله في آيات الجهاد في القرآن الكريم. من اللافت في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله لما حدثنا عن ما هو جزاء المؤمنين حينما يجاهدون في سبيل الله، بلا شك أن المؤمن يسعى في جهاده نحو النصر، ولكن الله سبحانه وتعالى في آية التوبة الآية 110 يقول سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. لاحظوا يا إخوة يا أخوات أن الله سبحانه وتعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الحسن البصري له كلمة جميلة يقول فيها: اشترى أنفسا خلقها وأموالا رزقها، فهي كلها من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يبذل نفسه ويبذل ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن النصر قد لا يكون على زمنه هو، بل ربما يكون على يد غيره من المؤمنين، وربما يكون هذا النصر على يد إخوانه إذ هو قد يستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا هو العقد يا أحبة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. إن القرآن يربي نفسية المجاهد على أن يبذل ما يبذل في سبيل الجنة، فالجنة هي المطلوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار في بداية الدعوة الإسلامية بايعهم على الجنة، لم يبايعهم على ملك في الدنيا ولا على نصر يحققونه بأيديهم، وإنما بايعهم على أن لهم الجنة. بلا شك أن النصر للمؤمنين وأن العاقبة للمتقين، ولكن هذا بالمفهوم الكلي العام، أي أن النصر سيكون في مآله للمتقين، لكن عن أي متقين؟ من يختارهم الله عز وجل ليحقق على أيديهم النصر. وإلا فالعقد الذي بيننا وبين الله أن نبذل ما نبذل في سبيل الله وطلبا لرضاه لننال الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعلنا من الذين يفهمون هذا المعنى حتى لا يحبطوا ولا يضعفوا ولا يهنوا إذا لم يتحقق النصر على أيديهم. فإن لم نحقق النصر على أيدينا فلا أقل من أن نمهد لجيل قادم يحقق ذلك النصر الموعود بإذن الله، وإنه لقريب وآت. اللهم آمين.